خلال الأسابيع الأولى من أحداث الطوفان حدث في العالم ما لم يكن يتخيله أحدنا قبل شهرين من الآن. فبالرغم من تواطؤ حكام الغرب وأعوانهم على الإجرام الصهيوني بل ودعمهم له، فإن هذا التواطؤ لم يفلح للمرة الأولى في حجب القضية عن العالم. فمع كل انتفاضة أو حرب سابقة كانت بلادنا الإسلامية والعربية تعج بالتظاهرات والتضامنات لأجل فلسطين، لكن من كان يتخيل أن تخرج 100 مسيرة من بريطانيا و600 أخرى من أمريكا لأجل فلسطين؟ من كان يصدق أن ينظم العالم 3700 مسيرة وتظاهرة حتى 27 من أكتوبر فقط لدعم قضيتنا التي لم يسمعوا عنها شيئا فقط في 3 أسابيع؟ العالم الغربي الذي لم يكن يعلم أغلبه عن فلسطين من الأصل خرج منه 520 مسيرة لتأييد الاحتلال، فيما خرجت 100 أخرى تنادي بتضامن متزامن للطرفين. وتنال فلسطين للمرة الأولى في تاريخها تعاطف وتضامن نحو 90% من متظاهري العالم أجمع بما فيهم متظاهرون يهود. من كان يتخيل أن يقف إعلاميو العالم وبرلمانيوه والكثير من ساسته في وجه أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا للدفاع عن قضيتنا؟ من كان يحسب أن مشاهير العالم ومؤثريه سيعلمون عن تلك القضية شيئا ويصدحون بحقها في وجه الطغاة بل ومن أبناء الكيان أنفسهم؟ وهذا كله بخلاف الخسائر الدبلوماسية للكيان بمقاطعة العديد من حكومات العالم وهجومهم عليه، ومنها حكومات غير إسلامية وغير عربية، وهذا كله فضلا عن الخسائر الاقتصادية الضخمة التي مني بها الكيان من عدوانه الإجرامي. فأهم ما أسقطه الطوفان هي أصنام الغرب ودعاياته التي روجها قادته على مر عقود حتى يخدعوا بها شعوبهم، لتكتشف هذه الشعوب لاحقا أن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة واتفاقية جنيف ما هي إلا أصنام عجوة سجد لها زعماؤهم في حرب أوكرانيا بينما يمضغونها الآن في العدوان على غزة. ليفتح سقوط الأصنام قلوب أهل الأرض ليعرفوا عن الإسلام ولو شيئا يسيرا. لسنين طويلة كانت القضية الفلسطينية تخفت شيئا فشيئا، وكانت أولويات الأمة تتباعد عنها حتى كدنا نظن فلسطين نسيا منسيا. وما هي إلا أن أتى الطوفان حتى أعاد الحماسة والانتماء للقلوب المنطفئة التي ابتعدت عن قضايا أمتها وشغلتها الدنيا. ما هي إلا أن أتت مشاهد آلام غزة وأهلها حتى اشتعلت النفوس نار وأصبحت دولة الاحتلال تنتظر مصيرها المحتوم بالهلاك على يد هذه الأمة في يوم قريب. فما من بيت مسلم اليوم يخلو من غزة، وما من طفل أو مراهق إلا وقد اقتحمت قضيتنا حياته ووضعت جذورها في نشأته. وما هي كذلك إلا أن أتت مشاهد الصبر والعزة حتى اتقدت الأرواح بالإيمان وأدركت كيف يكون الصبر والعزم واليقين في الله، تعلمت كيف يكون الاعتماد عليه سبحانه وكيف ينصر فئة قليلة صادقة على فئة كافرة تفوقها في كل شيء إلا الإيمان. لقد تنزلت آيات القرآن من جديد في غزة فشاهدها ملحدو العالم ومشركوه قبل مسلمين، فتوالى الناس يدخلون في دين الله أفواجا لما رأوه من إيمان أهل غزة وعجبهم من هذا القرآن وذلك الدين اللذين يمنحان هؤلاء الناس مثل هذه القلوب في خضم هذا البلاء، ليعود المركز من جديد إلى أمتنا وتعرف بوصلتها. إنها قضايا الإسلام والدفاع عن حرماته المنهوبة، وما كان لمثل هذا أن يغيب حتى أرجعته غزة وأهلها ونهضت بمعنويات الأمة من ركام الهزيمة.